بيديك في
كل ما تكبر
وكل ما بكيفك انه قدو تمشي حيث انك خاص فمي بديشان تصوير كل ما بكيفك بين خيالك انه تمشي حي وخبوط تصوير دي البطاقات اللي يعني كانت محفظة وسيارة دي اللي يعني غير مجانا او رش مخلو اللي كانت ايما بكاء وخبوط خاخ انك المغزة تخاف انك تمشي حي من هذا اثر موضوع التصوير وكل ما يدور حول اثر موضوع التصوير الى نقطة توقف جيد مشي حي تلبي تأمن بقاوح لا فقط تلبي يموت باحتفال وكأنه مهرجان إلا احتفال وكأنه فعلا اكتشاف قوي صغيرة إذا فعلا طريقة اكتشاف قوي جديد وقوي يمشي حيث بدأ بدون ما حكي حكمة الصليب أو منطق الصليب اللي يمشي حيث في البروخاري مين حكمة الصليب أو منطق الصليب البروخاري وقاي تمشي حالي قبل خلق وخلني لامشي حالي يعني لم يبني انت خقص الزدوثة يعني انت عقلة او صعوبة مبالغة تأثر موضوع التصوير اللي اشمالا انت نياخد موضوع مسكيميا من دشتا تنيد التصوير تحكيم ووسخ دوثة تمر يعالها قوتا الآخر خازق مني ويوان دوير مشمالي شمشيحة قوم أثر موضوع التصوير أو أنت مربوط في موضوع التصوير ويوم من يوم ذاي ويوم من يوم ذاي وتروي ذولا ثقافات مختلفة وذاي وثقافة ديهي أو فكرة ديهي معتمدية دائما إلا اللغة والأدب ثقافة اللغة والأدب والصياغة تكون نصوص ديهي من هذا قوتها النص والجبين أهم من فكرة النص يعني بعد الروح تنص وجيب الدير يونايت هو الجيب الواضح بالقوة الجسدانية الإنسانية ما قد هو شخص قوي يعني أنا لا كان بين هوية دي أحيان ثقافة دي مبنية على ودير مربوط قيمة ويا قام أنت الثقافة وقو صراحة أنت الثقافة اللي كيف مربوط لبين انه تدمايل الى الثقافة على اخرى بقول لها فديح بو ثقافة ديح يعني بو شرع ديح بالتصوير الا بينها مغاير تماما لا حسب منطق الثقافات الانسانية الا حسب منطق الثقافات ثقافة مريالة منطقة من هذا خلق لي بقول لها معاكسة تماما وكما عميلي حصلت دي لديها بقول المعاني ديح بقول منطق ديح حخمت دي لقيت برناشا تماما معاكس الى اللي حخمت مريا لها والدليل انه مريا لها اشقل من اداء تصليمه من رمز تصليمه من خشوط اللي بيكون ثقافات بيوحى سواء يهوديه سواء الهنديه او اليونانيه الشبه القديمه خشوط اللي اداء عام خشوط اللي اداء ضعف خشوط اللي اداء جهل خشوط اللي اداء قتل خشوط اللي اداء انتقام مريا لها ثم بلخلة تخالف هاوة الأداء فعلا بالقوة لكن ديخ أخلي دام شي حاية إنه نصير دخل المرقوص وهي نقطة نافع ديخ إيبا ندري دخ إنه مش لأداء قوة حقا وما أمر مثل إلع وخلص الرسالة دي إحتامة خلص التبشير دي إحتامة من حقوق الانتقام الشعوب داو إحتامة إيمان بهذا المنظور الصعب والمحور المنطقة الإلهي إيمان فعلا الدارخ أورخ بمنطقة الإلهي فكر الإلهي بمعنى الأورخ بخاري بيشع وشيحة فكر بيح وثقافة بيح وكبير الدهات فهي حف وحف من ذاتي وهو يشع وشيحة قال تخاطر بمربط قواعد الثقافة المغايرة اللي المجتمع هو ثقافة المحبة ثقافة التضحية ثقافة العطاء من هذا مرقوص منطلق من تامة تدياديه فعلا منطق أو عقيدة بسطيبة منطلق من يشعر شرحه مع كياته وكن فهمنا الخلق فميلة أث بسطيبة بشدة رمز تقوى الله في حين بشدة رمز الجهالة في المحكاة أث بسطيبة خرماتي وخفلاتي كبير ذاتك خازق بس تريح أحمد أخام معاكس اللي تخلنا كان كبير ذاتك مشروف لها أخذت ذلك لكن أثر صليبة ليلة فقط نفرمس صليبة إلى أولا ذبحة
اللي احنا كل مره نمشي ومشي حد واحد فديع دي البحر اللي هو الصليوة دي لقوا إلى نتخاهي دي بش نويش أبو آدم ويحاوة لكن بويش ومشي حد يتم مشتين من دمنا أولا وإرقلا ولا بيرا دي لقوا إلى ونعمل مباشرة مرطوس الأثر منطقة محكم وكيميرا لازم تاخد التبهين إما الهم أخذ نتكالف كي بتحد صليمة أنا تصليم لي المعنى كسار من معنى دولة إما الكالف فقط اللي تحد حدث بصليمة أنه يشع مثل إلع وآدي لحدث تاريخي لما ملموس لك بخاتين الكل مكساني طالع كل وسبر أختامه فقط أنا أخذ فايش فايش أقصدت بصليمة وقصدت مسلوبة من معنى دولة لأن محتلى مرطوس شاور الإنسان بظر حدث بصليوة بصليوة شاغل في مديع بظر حد أحداث دباري بظر مكباش بصليوة يشعر بها بمعنى القيامة في شعر بشيحة بصليوة شاغل بوتع ومزديع مفعول دي الروحي والإلهي بظر بعد القيامة بظر قيام دبار وشعر بشيحة وإلى تجانع لا يبقى من هذا كبير الجهات كم شحاي كانوا بيتمزوا بصليوة خلاص وكانك شغلت من ديان مشاعرية عاطفية إيش مثله إلا بصليوة دخل في الدنيا وكم شارك بغض باخ وبغض متأثر المشاعرية النفسية يمكن يمطي على حد من الباخ في النطق في الديانة متناسين تناشر إنه بطل أتحدث إذ الحدث يقمع دي القيامة فهي بصليوة يلغرها يلقون خطر من جانب الهدف الإلهي أو المنطق دي إلى قيامة من هذا كخط ما تنعف الله من لم يحمل صليبه معي ويتبعني زين لم يخلص من لم يحمل صليبه ويتبعني مو يحمل صليبه ويتوقف كبير الجهاز يتعرف الصليبه اللي تبقرت كبير الجهاز المعطفة بصليبه بالخير لكن لا تتعرف البرخش بالدارع يتبعني يشعر شيئا فإذا بصليمة ليه هدف المعطفة لإلا أرخي له تتزال تتبخ مرة يشعر شيئا كالقرامية فلن يخلص هي بصليمة أرخي له خلاص نحمله ندفع يسوع لنخلص أنت والخطوات مختصري كل احتفالية هي قول بصليمة كل معنى اللاهوت والروحي هي بصليمة صليوة أو لطرخة معظرتها بالمارة تبطأ رخلة ورخشة مفرح تبطأ في الموت المشكلة كنت خاملة من التصليوة اللي جاهلة كبير جاهلة بس حشدين بشوق فلسطين ما تتخازف من حش الدخاين أنا الدخاين خشوق فلسطين صليوة ليلة ويلة طالت من المارة طالت بس تحش هل أصليوة أبطأ بصوفة يعني رخي الموتين خلاص من ذلك من بصيوة ما تخلص بصوفية حش موجودين لتخاطر مقوية جاولة فعلا زخموثة وقوتة تدل لهم مصممين متحدين من شعب شيعة بتحش كيف الوسطاء تخاطر دائما تريد أن يكون شكل كيمان لكن بس إصرار دي اتحاد دي هم شعب شيعة استمرارية دي هم باتباع دي حقين صليمة يعني كنتم خلاص من هاي المنطقة المصورة قلت خاملهم شد قاتل الصليوة دي أحمدها والدوخاية قاتل وابصيخة بيقف الصليوة أو ميدينة أو يدية ميدينة من فعلا الوقت البرخة بمشيحة ميدينة فعلا المشمولين أخذوا خلاص لكل ما أعطي أبقار المشيحة أعمل رحمه حني مرنا وعوثه وخضي نحن
مسقط تشبه تبت لي كاين فهم شو بحتى بكل عدانة آمين آمين شي حق تشربي حمد الخلاصية كم تقول لو تخطرون المنظر وارد حقيم أو قبل أبي وفا إلى سبب العملية ورحمة حود أبد آمين قدام أخبار الوالان قدام أخبار الوالان قدام أخبار الوالان بشيسي كلها لغاز مشبه فتيش ومخيام على هذا اللي قدم حق أسيان في المعركة تتمنى شوية قارب شو شوحا لا والله روح القدس يا المدمى القدس يا ايوه الاخرى لو زرت مريم ابن دلال
بما رضي.
مرحبا بكم.
بابا ديلي بشمية عايش بطش يا شم أفيا منفوفة قاوي جبر ديلي بشمية هذا خمرة هل النخمة تسكر لا يا مالي لا يا مالي كنت من جوابا إلا مرحبا خالصا من كيشة وكيلة وافرة بدي يخيل ملكوثا خير وقوتا وكبار وفر سلطانة شميت ولا تهب من زورا والعالم عربي آمين Ah.
ليش قال الطالع وبيمنح يطير من قلبي.
كان ابو تاريخ المنشورنا بصليب وحية بيدوتهم هي بصليب وحية وضمنا فيش تخصي صليب ومارا وروشنم فيش تلتيبة بالدروما من تاما فيش تلتيبة بكل إيتاد فاشي حياة تافر بيقاي من هذا كل إيتاد انت بدن تكفى بصليب وحية مارا بشوح مشيحة بدليا رؤى تصليب وديوتين شماشة وخا أعطونا شغل مبارا للقاوة الطالبة سأخوته بس يمتع تشواته وتعلمه سلام طالب يا مريم كيف النوخ عليك وعليك